شنو اشكالكم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. واجل فرجهم ولعن عداهم اجمعين. حياكم الله. بارك الله بكم. نعم تفضل. انا اتصلت سابقا وسالتكم عن كتب يعني عمود التشيع غاية. نعم. بلشت يعني ابحث عن التشيع فلقيت الاخ ذو الفقار المغربي. نعم. كشف لي هواية حقائق و يعني ملابسات من ضمن ملابسة هاي الخسيسة. نعم. إنه ما يعني شنو سوت وكشف لي ملابسات قتالها للإمام علي. بالي. يعني حاليا يعني أنا حاليا انصدمت يعني قدمة قوية. الله يعينك. ساعدك الله والله. أنا لكم الهدايا يا أخي أيها. يعني ح. في زمن احتلوا داعش منطقة لنا كنا مسافرين بيها. نعم. فكان يحكون عن انه سيدة عائشة ومن اطهر النساء وكان يعدونها سيدة نساء العالمين. نعم صحيح. فلما قرأت هاي وبحثت ذو الفقار المغربي الله يحفظه الشيخ ياسر الحبيب يعني وضح لي هواي امور انا صدمت حاليا. نعم. وكنت يعني وحاليا أناقش بهذا الموضوع أنه لماذا عائشة قاتلت علي وهي ومعاوية الكلب. يعني الحمد لله على أنكم اهتديتم وعرفتم الحق. الحمد لله. أنا أقول لكم أخي شكرا. وحاليا جاهي نفسي يعني أنه شيء أعلان شيء على قناة فدك إن شاء الله تعالى الموقرة المباركة قناة يعني نصرها الله حين خذلها كثيرون. الله يبارك فيك أخي أيهم. شكرا بارك الله بك أنت أخويا. نعم يعني ثار المحسن لن يضيع إن شاء التوفيق إن شاء الله. سلمكم الله. بارك الله فيك إن شاء الله. نعم. ثار الإمام علي وثار المحسن وثار الحسين لن يضيع إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك وفقك الله وثبتك إن شاء الله ونصركم إن شاء الله. إله آمين. حياكم الله. يعني أكو واحد اسمه طه الدليمي كلب ابن كلب لعنة الله يعني يعني ما أريد أنه هذا أذكر اسمه لأن احنا في مكان أو في موقف فرح يعني ناصبي هذا ناصبي ملعون يعني عن الإمام الحسين. نعم. فدخلت له على الخاص و وجهت له كلام فقال لي انت شيعي. قلت له لا انا مو شيعي بس انت ضوجون للحق انه خلاص اللي يقف مع اهل البيت هذا شيعي ورافضي والكلب وما اعرف شنو يعني ما احترامات للشيعة. لا حول ولا قوة. يعني ما بارك الله فيك اخي ايهم. القوم ابناء القوم. نعم. ما رفض العداء والنصب ليش؟ نعم. بعد أبناء زنا هؤلاء هذا النجس هذا بالفعل ابن زنا. نعم. يعني كلامه جدا مؤذي. على أي حال نعم شكرا لك أخي أيهم على مداخلتكم وإحنا نعتذر لأنه جدا